مع دخولها ضمن قائمة أفضل الموانئ في العالم، ها هي دولة الإمارات تبرز بتفوق في قطاع الموانئ البحرية في ظل استراتيجيتها التنموية لجميع القطاعات الاقتصادية، حيث نظمت شركة أبوظبي للموانئ الدورة الثالثة للقمة العالمية للموانئ والتجارة 2013 بمشاركة خبراء وقادة من القطاع البحري ومسؤولي هيئات إدارة الموانئ والمرافق في المنطقة والعالم، وذلك وسط نمو لافت في الإمارات في مشاريع توسعية وتطوير البنية التحتية لمختلف الموانئ والمرافق البحرية بهدف تلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية لحركة التجارة والنقل البحري والسياحة البحرية. أهم شيء يميز هذه القمة اللي هو وجود الـ International Association of Ports and Harbors. اجتمعوا طبعا هي المنظمة الدولية للموانئ والمرافق، تجمع تحت هاي المنظومة معظم موانئ العالم. اجتمعوا على هامش المؤتمر، عقدوا اجتماعهم السنوي أمس، حضروا ويانا اليوم القمة وبيظلون إلى فترة إلى انتهاء القمة، بيكونوا مشاركين في حلقات النقاش والحوار، فهذا أضاف شيء جديد إلى القمة، وإن شاء الله نشوفهم في المستقبل. وتركز مناقشات القمة على مشاريع تطوير البنية التحتية للموانئ في الخليج، لا سيما مشاريع تطوير مرافق الموانئ الرئيسية في الإمارات بما فيها زيادة القدرة الاستيعابية لمحطة الحاويات الثالثة في ميناء جبل علي إلى 19 مليون حاوية نمطية سنويا، ومشروع ميناء خليفة الذي سيزيد القدرة الاستيعابية لمناولة الحاويات ب 15 مليون حاوية سنويا عند اكتمال منشآته في عام 2030. كما ركز المشاركون على أهمية الموانئ الإفريقية واستقطاب المستثمرين إليها. إفريقيا والساحل الشرقي لإفريقيا بصفة خاصة يعد محركا اقتصاديا كبيرا، وقطعا كانت الطرق التجارية التاريخية تربط إفريقيا بالشرق الأوسط، حيث نعتقد أن هناك فرصا عظيمة للنمو. هذا وتكتسب القمة طابعا دوليا بالغ الأهمية لرصد حركة التجارة الدولية، وقد أجمع المتحدثون على الأهمية البالغة للبنية التحتية للموانئ وتطوير أنظمة التكنولوجيا التي تدار بها المرافق وتعزيز العلاقات والمبادلات التجارية مع الدول النامية. جاءت أعمال الدورة الثالثة للقمة العالمية للموانئ والتجارة في أبوظبي وسط التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتأثيرها على التجارة الدولية، بجانب الفرص الاستثمارية التي يشهدها قطاع الموانئ وأهم تطوراته التقنية. علي فتوح، CNBC عربية، أبوظبي.